الباثوي الاول هو الفانكشناليزيشن، والباثوي الثاني هو الاستيكيشن. الفانكشناليزيشن هي اوكسيديشن ريدكشن مايوريتي ريدكشن، والكونتكتيشن هي سيرتين موليكيول الهدف من عليها ان الباثوي يكون نان ريأكتيف مع التوكسيسيتي وهايبوفيليك اللي اكسكريتد اوتسايد ذا بودي. نكمل المحاضرة وصلنا للأوكسيديشن أوف أوليفينز أو هي الألكينات. يكون عند دبل بوند، الدبل بوند يصير على الأوكسيديشن يتحول يصير على الإيبوكسايد. الإيبوكسايد هو يكون أكتيف، هذا الإنترميديت يكون نان ستيبل أغلب الأحيان. فإذا طبعا مثل ما هو ممكن يسوي لي السايد إفكت خاصة الـ DNA RNA البروتين، أو يصير في rearrangement يتحول إلى هيدروكسيل. يمكن حالة سابقة كان الباثوي مال الإيبوكسايد أربع نقاط أو أربع يصير في أربع باثويز، وإذا من الأهم إنه يصير في spontaneous rearrangement يتحول إلى هيدروكسيل. Metabolic oxidation of aluminum carbon double bond with the transformed epoxide or in some other oxyram. The epoxide derived from olefins will be more stable than the epoxide that has the aluminum aromatic compound in the aluminum carbon. A few epoxides are stable enough to be directly measurable in biological fluid, for example, desmer or bitumen. Second step may not occur if the epoxide is stable, and it might be subject to hydrolysis. The epoxide, usually it is more stable than an epoxide, maybe spontaneous and self-identification of the homogeneous molecule, susceptible to enzyme oxidation, hydroxide hydrolysis before trans. Thank you.
بعدين الاوكسيديشن كل هذا يصير عندي ايبوكسايد وبعدين تايبوكسي. Thank you.
شنو مال سي اتش 3 بنزاين. ليش؟ لانه هو اسم مباشره للحلقه مالتنا السوداسيه. صار عليه اوكسيديشن ريأكشن تحول الى شو نسميه؟ ليش؟ لانه هو بس اصل ار واحده بس. بس ار واحده. بعدين تحول الى التي هاي لان البرايمر تحول التي هاي ويتحول بعدين الى مثال على هذا الفكرة هاي وقلنا أنه هذا إحنا أخذناه
المحاضرة الأولى أمي كانت مثال ووقتها يعني فيهم الدلتا هنا معناته وجود أثر مزدوج كان مثل الصغير دليل على وجود أثر مزدوج. الرقم الفوق هو مكان الأثر. فرقم واحد يعني هنا عندي أثر مزدوج فهذا معناته وجود مثل الصغير وعلاقة. فيها ثلاث أماكن ممكن يصير عليها يعني قليل الهرمون يصير عليها الفاكسيشن. هاي هو البون وين الأدلة المالتي هذا الأول يعني لازم مباشرة تحسب الهرمون هذا أيضا وعن أدلة هاي سبعة وستة وثلاثة أكثر مكان يصير عليه هو الموقع رقم سبعة يسمي primary الكحول ويصير أيضا الموقع رقم ستة أيضا صار الكحول هو اللي يهمني الفا والبيتا بس الكلام هذا غيره يعني تاكلين ستة بيتا أم ستة بيتا هي وحدة الفا وحدة بيتا صعب بدل ما احنا ناخذ بيتا وحدة الفا وحدة بيتا 6 بيتا and 6 بيتا هي وحدة 6 الفا and 6 بيتا Metabolism does not occur at the C3 هو دائماً الكوبالتيك بس عندي ستيرك هندرنس وما راح يصير عليها هايدروكسيليشن راح يتصل فقط على موقع رقم 7 وموقع رقم 6 سامبل الآخر دكتور هو مو الكحول إنه بيصير ألدهايد؟ الكحول إنه بيصير ألدهايد إنه بيصير كربوكسيليك أسيد؟ أي هو بيصير ألدهايد بيصير كيتون صح؟ الـ OH1 سايرا هذا يعتبر برايمري أوكسيديشن
بالنا. Actually, you're
مثال عليك انتي بودكي ايجنت انتي باقي اسم الـ
hyaluronic acid, and then go both omega and omega minus one oxidation to the 5-hydroxy and 4-hydroxy metabolite. Further oxidation of the 5-hydroxy metabolite yield the 2-N-bromine acid. Omega oxidation for the 4-CH3 هي تحول إلى كول وبعدين تتحول إلى هاي بلاستيك كاربوكسيل أسيد هي تحولت في البداية إلى ألديهايد برايمري كول ألديهايد وبعدين إلى كاربوكسيل أسيد. والأمبا ماينس 1-CH3 أيضا ثلاثة وأربعة يصير عندي يصير سيزمو ترانس،
شيء على you